سلام البنات، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم كما كتشوفوا بغيت نشارك معكم مشتريات ديالي اللي درت من اكسيون. المهم غادي نبداو باذن الله. هادو واحد جوج نتاع كنقول لهم طبوقه، ولا انا شريتهم باش ندير فيهم الخبز. تقدروا ديروا فيهم ديك لي فلوغ سيشي ولا باش ديكوريو، مي انا فريمون عجبوني قلت ندير فيهم الخبز، حطهم في الطابله. كاينين بالالوان، خديت هادو اللي فيهم الكحل، ما كاينين الوان اخرين في اكسيو بوغ لو مومون. هادو واحد ايطاجات صغيورين تاع الطبيصلات، انا قلت انا غادي ندير فيهم يعني الحلوه، وهذا تقدموه في الاعياد ولا للدراري في عيد ميلاد ولا كما كتشوفوا. خديت دي سيرفييت، خديت هادو لي سيرفييت تاع الطابله، ما كتشوفوا زوينين، سي فري ماشي شير، ميم با ان اورو. خديت جوج، خديت هذا واحد الغربال الكاطو. هادو لانجيت باش ما فاش كتصبنوا لي كولور مع بعضياتهم، ويعني بالتجربه الحوايج ما كيطلقوش بعضياتهم كاع، يعني هاد لانجيت كتمص كاع الالوان اللي كيخرجوا من الحوايج. خديت هادو لي كولور، وخديت هادو الابيض فيهم نيت كيبيضو، فيهم ان بو جافير، مي ما كي يعني ما كيخرجش على الحوايج، ماشي كي بحال فاش كنديرو جافير حنايا. هادو من اكسيو رخاص، لان كاينين في المجازات اخرين دي مارك مي غاليين بزاف، هادو في اكسيو رخاص كناخدهم من اكسيو. خديت هادي باش نبقى نغطي المقالي فاش نقلي فلفله ولا كيطير الزيت. الو خديت هادي، خديت عويدات البروشيت ولا باش ديكور فخوماج، وهذا في الاعياد ديروا فيهم اللي بغيتهم، يعني كنستعملهم لي بروشيت. خديت هاد لي كريون بالتعمار ديالهم، خديتهم لولدي. ميزان على حساب لافاليز. خديت هاد ستة طبيصلات، هادو نفس الشكل مع هذا، هذا فين كنحطو في كنحطو لا تارت ولا كاطو ولا تحطو مسمنات، هذا كيجي زويون في الطابله. الو خديت هذا وهاد الطبيصلات ديالو تحطو زويتنات كونفيتير، وهذا خديتو لا ميم شوز كو هاد لي طاجير، نفس الموديل وما غاليينش بزاف، يعني كاين بزاف الاشكال اللي بغيتو ديرو سي يعني سيربيس الطابله كاينين في اكسيو. يعني خديت انا هادو، هاد الساعه هما اللي محتاجه، وخديت دي بوشيت لولدي. خلاص هاد الورد هذا راه حتى هو من اكسيو مي ماشي عاد خديتو، خديتو شحال هادي. المهم كما كتشوفوا يعني الاثمنه ما غالياش في اكسيو، كاين بزاف ديال الشوا. نتمنى يعجبكم الفيديو، يكون خفيف على قلبكم، ومن هنا الفيديو اخر. نتمنى تبقاو على خير وبخير وبسلامه، ما تنساوش الاشتراك في القناه الى عجبكم الفيديو. بسلامه.